مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. أشرح اليوم هو عن الإيربود وتحديدا عن طريقة تحديث سماعات الإيربود إلى آخر إصدار. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك للفيديو. في البداية طبعا شركة آيفون ما خلت لنا فد زر أنه تقدر تحدث. طريقة التحديث أنه تشبك السماعة ويا الشاحن الأفضل طبعا أو الشاحن فوق 50 وتخليها قريبة من الآيفون بين 10 إلى 15 ثانية راح تتحدث أوتوماتيكيا. شلون نعرف آخر تحديث؟ راح ندخل على الجوجل، هنا هذا التطبيق لأبل سبورت وآخر إصدار. طبعا هذه الإصدارات آخر إصدار 6A321، فهذا آخر إصدار بالنسبة للإيربود جيل الثالث والجيل الثاني. شلون راح نعرف بالنسبة للإيربود محدث آخر تحديث؟ راح نفتح الإيربود مالتنا، وطبعا راح نروح على الاعدادات، راح تكون هنا موجودة، راح ندخل عليها، راح تنزل هنا الى الاصدار، راح يظهر عندك الاصدار 6A321. فهذه هي الطريقة حتى تعرف انه الايربود مالتك محدثة اخر تحديث. مثل ما تشاهدون هنا راح لو فتحناها راح تظهر المعلومات هنا الايربود، وتنزل الى الاسفل راح تلقي هذا الاصدار 6A321. نقطة واحدة حاب اقولها للي ما تتحدث عنده، تعمل الغاء حفظ هذا الجهاز، عدم الحفظ، تمام. الان لغينا الحفظ، نعمل اتصال مرة ثانية، تفتح هنا وتضغط مطول فقط. الان بعد ما ضغطنا مطول طبعا شوفوا صار اتصال، راح تشاهد الايربود موجودة وكمية الشحن هنا ظهرت عندك، وتنزل الى الاسفل راح تلقي الاصدار 6A321. هذا هو اخر اصدار. اتمنى انه فدتكم، لا تنسون الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. اللي ما اشترى ايربود الى الان ما انصح الان يشتري، خليه ينتظر 3 اشهر راح تنزل لنا الايربود الجديدة اللي بها ميزات اكثر. تحياتي ومع الف سلامة.